لو جينا نتكلم على تاني حاجة هنتكلم عليها في الـ في السكشن ده، هنتكلم على حاجة اسمها الديفرنشال، وهو تقريبا حاجة احنا لسه متكلمين عليها حالا، الا ان هي استخدامها ممكن بيكون ابسط لبعض الناس من استخدام الطريقة اللي احنا لسه قايلينها من شوية. احنا لسه قايلينها فوق، ايه هي؟ ان انت لو عندك هنا الدي اللي هي بتاعت الديفرنشال، وقدامها اي حاجة ووراها اي حاجة، فانت عشان تجيب اللي قدام ورا بتبعته بس بالايه، بالانتجريشن. طيب، ولو عايز تجيب اي حاجة من ورا تجيبها قدام، هتجيبها برضو عادي خالص، بس هتكون بالديفرنشيشن. يعني مثلا لو جاء قال لك ان احنا عايزين نعمل انتجريشن ال e باور اكس دي اكس، دي هتكون سهلة خالص. انما لو هو جاء قال لك ان احنا ليه سهلة، لان دي e اكس ودي اكس، فنفس نفس النوع ونفس الديجري، فالانتجريشن ده يطلع بسهولة جدا. انما لو جاء قال لك هنا الاكس سكويرد، فهيكون هنا الانتجريشن مش هتعرفه دلوقتي خالص، او يعني مش عليك حاليا. امال ايه؟ هيكون هنا مديلك اساسا في السؤال في اكس، الاكس دي احنا لو خدناها ورجعناها ورا هترجع بالانتجريشن، فهيكون هنا الاجابة بتاعتنا هتساوي ال e باور اكس سكويرد دي، الاكس دي هترجع هتبقى اكس سكويرد على الاتنين، فاحنا ممكن نطلع النص بره. ففي الحالة دي بقى الانبوت نفس النوع بنفس الديجري، فكده الانتجريشن بتاعنا ممكن نعمله، وده هيطلع ال e باور اكس سكويرد مضروبة في النص اللي هو اللي بره. يبقى الانتجريشن ده خلاص احنا عرفناه. يبقى طالما احنا ظبطنا الانبوت بالحاجة اللي احنا بنعمل الانتجريشن بالنسبة لها، فخلاص يبقى الانتجريشن يتعمل بشكل طبيعي خالص بلس اس سي. لو حد جه قال مثلا احنا عايزين نعمل انتجريشن كوزاين الاكس باور 3 بلس الخمسة دي اكس، ده برضو مش عليك ان انت تكون عارفه. ليه؟ لان ده اكس باور واحد وده اكس سكويرد. طب هو مش هيجيلك كده، طب هيجيلك ازاي؟ علشان يجيلك لازم يكون مضروب بره في اكس سكويرد. فانت هتعمل ايه؟ هتقول لي والله علشان اعمل انتجريشن ده لازم يكون الانبوت نفس النوع ونفس الديجري. هو نفس النوع هنا بس مش نفس الديجري، فايه الحل؟ هتقول لي الحل ان انا هاخد الاكس سكويرد دي ارجعها ورا الدي بالانتجريشن، فدي هترجع هتكون عبارة عن كوزين الاكس باور 3 بلس الخمسة دي اكس باور 3. ليه؟ لان انتجريشن الاكس باور 2 اكس باور 3، بس ما تنساش تقسم على التلاتة، فالكلام ده هيطلع ان هو بيساوي واحد على التلاتة، وهنا الساين اكس باور 3 بلس الخمسة الكلام ده بلس السين. ده كده ال كونك تبعت دي ورا بالانتجريشن ده هيكون اسهل لمعظم الناس. يعني مثلا لو جه قال لك تاني ان انت مثلا عندك انتجريشن، اكزامبل تاني، عايز تعمل انتجريشن لواحد على السكوير روت بتاعت واحد زائد الاكس سكويرد مضروبة في شاين انفرس الاكس، هتقول لي يا باشمهندس انا دي ممكن اقسمها اقول ان هي بتساوي انتجريشن واحد على سكوير روت الواحد بلس الاكس سكويرد، وهنا واحد على سكوير روت الشاين، اسف دي المفروض انا قلتها شاين بس اتكتبت ساين، دي شاين انفرس الاكس، دي شاين انفرس الاكس دي اكس. لو قسمتها بالشكل ده كده وخدت الشكل الحتة دي كده، لان انا حافظ الانتجريشن بتاعها ورجعتها هنا بالانتجريشن، فده هيساوي انتجريشن واحد على السكوير روت بتاعت الشاين انفرس اكس، والانتجريشن اللي انا هرجعه ده انا عارف الانتجريشن بتاعه بيطلع برضو بشاين انفرس اكس. فاصبحت ممكن واحد تاني جاي قال ايه، طب انا للتسهيل يا باشمهندس هسمي ده ثيتا، فلو سميت ده ثيتا يبقى اللي بعد الدي ده انا هسميه ثيتا، يبقى اللي هنا هيكون واحد على روت الثيتا، فده هيطلع اتنين روت الثيتا بلس السي، يعني اتنين السكوير روت بتاعت الشاين انفرس الاكس كل ده بلس السي. ده كده الكلام الخاص بموضوع
الديفرنشال. لو حبينا ناخد سؤال شبه كده وقال لك انا عايزك تحله لي 3 مرات، الاكس سكويرد بلس الواحد، وفوق كان عندك واحد، او كان فوق نفس اللي تحت هو هو بس فوق في اكس، او ان انت تقول لي طيب لو احنا ثبتنا اللي تحت اكس سكويرد بلس الواحد وهنا كان في اكس سكويرد دي اكس، او ممكن تيجي تقول لي يا باشمهندس طيب انا ممكن ازود تاني اقول ان ده بيساوي، او عايز اعمل انتجريشن للاكس سكويرد بلس الواحد بس هنا اكس باور 3 مثلا دي اكس، او باور 4 او باور 5 وهكذا. لو جينا نبص اول واحد ده انتجريشن سهل بالنسبه لك، ده اللي هو بيساوي التان انفرس الاكس بلس السي. طيب وده حد يجي يقول لي برضه ده بيساوي التان انفرس، اقول له يا ابني ما ينفعش، علشان يكون تان انفرس لازم يكون تحت اكس سكويرد بلس واحد، وهنا في كونستانت ما ينفعش يكون فوق عندك ديفرنشيشن اللي تحت. طيب لو ظهر فوق ديفرنشيشن اللي تحت، او ينفع يكون ديفرنشيشن اللي تحت، فده على طول بيطلع علينا اللي تحت، فالانتجريشن ده هتقول ان هو اكس سكويرد بلس الواحد، وهنا اكس، وهنا هحط انا اضرب في 2 واقسم على الاتنين، فالكلام ده هيساوي نص لين ابسوليوت الاكس سكويرد بلس الواحد، وان كان هنا الابسوليوت ملوش معنى لان اساسا كده كده احنا ضامنين اللي جوه اساسا ايه بوزيتيف. لو جينا نبص للسؤال ده، طيب السؤال ده بقى هل هيطلع تان انفرس ولا هيطلع اللين؟ هتقول لي هو الشكل ده كده نفسه ولا يطلع تان انفرس ولا يطلع اللين؟ طيب ايه، هتقول لي انا عندي فوق اكس سكويرد وعندي تحت اكس سكويرد، طالما اللي فوق واللي تحت نفس الديجري احاول اخليهم شبه بعض بالظبط. طب ازاي يا باشمهندس؟ هتقول لي هو اللي تحت زيادة عن اللي فوق بايه؟ هتقول لي ان زيادة ان هو معاه واحد، ادي اكس سكويرد بلس الواحد وفوق اكس سكويرد، بس هتقول لي بسيطة هضيف واحد من عندي وانقص واحد كأن ما عملتش حاجة دي اكس. فهتلاحظ بقى خلاص اللي فوق بقى ممكن يتوزع على اللي تحت، يبقى البراكت ده الازرق ده هيتوزع على البراكت اللي تحت، فده يطلع لك ان انت عندك الاكس سكويرد بلس الواحد ديفايدد الاكس سكويرد بلس الواحد، وهتفضل عندك نيجاتيف واحد على الاكس سكويرد بلس الواحد الدي اكس. هتقول لي في الحالة دي يبقى الكلام ده هيساوي انتجريشن الواحد، لان البراكت مع البراكت هيطيروا بعض، يبقى الكلام ده هيساوي انتجريشن الواحد ناقص واحد على الاكس سكويرد بلس الواحد دي اكس، الواحد ده هيطلع اكس والتاني هيطلع تان انفرس الاكس بلس السي. طيب لو جينا ناخد السؤال اللي بعده، السؤال اللي بالشكل ده كده، هتقول لي اللي فوق مش كون، لو كان كونستانت كان هيطلع تان انفرس، ولو كان اكس بس كان هيطلع علينا اللي تحت، ولو كان اكس سكويرد كنت هزود واحد واضيف ونقص واحد. طب ده هنا اعلى من اللي تحت، اعلى بكتير لاعلى بواحد بس. طيب قسمه بقى، يبقى ده ممكن من اولا احنا هنا ممكن نستخدم فيه اللونج ديفيجن، او ان احنا نقول والله بص ما هي الاكس كيوب دي ممكن اكتبها اكس سكويرد تايمز اكس، وتحت اكس سكويرد بلس ال1 دي اكس، هاخد الاكس دي لوحدها ارجعها ورا، هترجع بالانتجريشن، فده هيطلع هنا اكس سكويرد وتحت اكس سكويرد بلس الواحد، بس كل ده بالنسبة لايه؟ هل بالنسبة للاكس زي ما احنا، ولا هيكون بالنسبة للاكس سكويرد؟ هيكون بالنسبة للاكس سكويرد مقسومة على الاتنين، لان الاكس دي لما هترجع هترجع باكس سكويرد على الاتنين. في الحالة دي من الاسهل وجهة نظري في بداية، خاصة لو انت كنت لسه في بداية المذاكرة بتاعتك، حاول دايما تخلي لو خلاص لو ده اتغير عن الاكس وكلهم شبهه خلاص سميه اي حاجة تانية، يبقى ده كده انا هكتب ان ده اسمه واي، يبقى انا هشيل كل اكس سكويرد واحط مكانها واي، يبقى انا عندي فوق واي وتحت الواي بلس الواحد وهنا في النص. هتقول لي ماشي كده اللي فوق زي اللي تحت، هقول لك طيب ماشي ضيف خليه بقى زيه بالظبط، يبقى هتقول لي هعمل ايه؟ هقول لك هنضيف واحد وننقص واحد، فالكلام ده هيساوي نص بره، خلي بالك مضروبة في كل اللي جاي ده، انتجريشن البراكت على البراكت بواحد ناقص واحد على الواي بلس الواحد، كل ده دي واي، فالكلام ده هيطلع نص بره، الواحد هيطلع اكس، اقول لك لا ده هيطلع الايه الواي،
بعد كده ماينس لين الواي بلس الواحد كابسوليوت فاليو بلس السي. بس ما تنساش ابدا ان الواي دي كان اساسها اكس سكويرد، فده هيطلع نص اكس سكويرد ماينس لين الاكس سكويرد بلس الواحد كابسوليوت فاليو. او هنا الابسوليوت فاليو مش هيكون ليه اي قيمة، لان احنا اساسا كده كده الانبوت ايه ضامنين ان هو حاجة بوزيتيف. طيب ماشي. لو حبينا ناخد اكزامبل تاني وتنقل ان احنا عايزين نعمل انتجريشن الكوسك، كوسك مثلا باور 4 اكس، الكلام ده ديفايدد على التلاتة بلس الكوتان سكويرد اكس مثلا دي اكس، نعملها ازاي؟ هتقول لي بص يا باشمهندس انا عارف ان انتجريشن الكوسك سكويرد بيطلع كوتان. طيب جرب كده. هتقول لي بس انا المشكله ان انا عندي كوسيك باور 4. هقول لك لا، ما كوسيك باور 4 دي انا ممكن اكتبها كوسيك سكويرد اكس في كوسيك سكويرد اكس، والكلام ده هقسمه على التلاتة بلس الكوتان سكويرد اكس دي اكس. هنرجع واحده بقى من الاثنين دول، هرجع دي كده، هرجعها ورا بالانتجريشن، انتجريشن الكوسيك سكويرد نيجاتيف كوتان، وتحت عندنا تلاتة زائد الكوتان سكويرد اكس، وفوق الكوسك سكويرد اكس. طالما رجعت وبقت هنا كوتان، تحاول دايما ان المسألة كلها تكون بدلالة الكوتان. طب الاجزاء اللي تحت فيها كوتان، فالاجزاء اللي تحت مظبوطة، انما الاجزاء اللي فوق فيها ايه؟ فيها كوسك سكويرد. هتيجي هنا بقى دور الترجنومتريك ريليشنز اللي احنا شرحناها معاكم في البداية، واللي قلنا لكم ان هي مهمة جدا جدا جدا، كان من اهمها ان الكوسيك سكويرد اكس ممكن اشيلها واحط مكانها واحد زائد الكوتان سكويرد اكس. يبقى اذا الانتجريشن اللي هو جيفن بالنسبة لي ده هيساوي نيجاتيف انتجريشن، وتحت تلاتة زائد كوتان سكويرد اكس، وفوق هشيل الكوسيك سكويرد واكتب مكانها واحد زائد كوتان سكويرد اكس دي كوتان اكس. هو حد ينسى ان دي بالنسبه للكوتان اكس. وجهه نظري زي ما قلت لك من شويه، دايما لو الحاجه اللي ورا دي اختلفت وبقت الفانكشن كلها بدلالتها، يبقى ممكن تسمي كل كوتان اكس وتسميها مثلا واي، بس لازم تعملها في الخطوه دي. ما كانش ينفع ابدا تعملها في الخطوه اللي فوق. ليه؟ لان في هنا كوتان وفي هنا كوتان، بس مفيش هنا كوتان. ما كانش ينفع تقول ان دي واي وديت واي سكوير، طب دي هتسميها ايه؟ فكان لازم المساله كلها تكون فيها كوتان علشان تبدا تقول ان انا هفترض ان الكوتان بتساوي واي. يبقى لو افترضت ان الكوتان بتساوي واي، يبقى انا دلوقتي عندي هنا الدي واي، وهنا التلاتة بلس الواي سكويرد، وهنا واحد بلس الواي سكويرد برضه. هتقول لي اللي فوق واللي تحت نفس الديجري، اعمل ايه يا باشمهندس؟ اقول لك خليهم نفس الحاجه بالظبط. فده عشان يكون زي اللي تحت هزود 2 ونقص 2، فهتلاحظ ان البراكت ده هيطير مع اللي تحت، هيتفضل هنا نيجاتيف انتجريشن الواحد ماينس 2 على التلاتة بلس الواي سكويرد، وكل ده دي واي، فالكلام ده هيساوي نيجاتيف، وافتح براكت الواحد هيطلع الواي ماينس ده الشكل ده بالنسبة للواي باور واحد بيطلع التان انفرس. بس هل تان انفرس الواي بس ولا هقسم على روت التلاتة؟ هقسم على روت التلاتة. ما تنساش ان انت بتقسم بره وايه وجوه في حالة التان انفرس. الكلام ده في الاخر خالص، بس معلش اخر حاجة تعملها لنا ان انت تقول لنا ان الكلام ترجع بقى ان الواي كانت بتساوي كوتان اكس ماينس 2 على روت التلاتة تان انفرس كوتان الاكس، الكلام ده مقسوم على روت التلاتة، والكلام ده كله اتقفل عليهم البراكت بلس الكونستنت. لو
لو حد جه قالك ان احنا عايزين نعمل انتجريشن التان اكس، كنت بتقول ان هو بيساوي لين سيك اكس، بس كنت قلنا مع بعض في السكشن ان في حالة الترينومتريك فانكشنز لازم اول حاجة تبص عليها الانجل يا باشمهندس. يعني لو كانت كده ما ينفعش ابدا الانتجريشن ابدا، لان ده اكس وده اكس سكوير. هتقولي طب هي ممكن تجيه كده، اقول لك لا مش هتجيلك كده، هتجيلك اكس هنا. طيب لو كان اكس هنا هتقولي انا هاخد الاكس دي ارجعها ورا، هترجع بالانتجريشن. يبقى انا عندي انتجريشن تان اكس سكويرد، وهنا دي اكس سكويرد، وبره في نص، فالكلام ده هيساوي نص لين السك اكس. اقول لك لا سك اكس سكويرد بقى، كل ده كابسوليوت فاليو بلس السي. بالمثل كنا اخدنا مع بعض ان انتجريشن مثلا الاي باور اكس بيطلع الاي باور اكس بلس السي. طيب لو كانت كده قلنا مش هتنفع خالص تيجي كده، امال هتيجي ازاي؟ هيجي لك واحد على روت اكس معاه. ليه؟ علشان الواحد على روت اكس ده انا ممكن اخده ارجعه ورا. لو رجع ورا هيرجع بالانتجريشن الاي باور روت الاكس دي روت الاكس، وهنا في اتنين، لان واحد على روت الاكس بيطلع اتنين روت اكس. في الحالة دي بقت متشابهة، تبقى اتنين الاي باور روت الاكس بلس السين. طيب لو حبينا ناخد اكزامبل كمان، ممكن تاني جايلك اكزامبل كده قالك احنا عايزك تعمل لنا الاي باور اكس بالشكل ده كده دي اكس. واحد يقول لي ما ينفعش تيجي كده، اقول له لا هتيجي كده عادي. هيقول لي طب هي دي ايه فرقها عن اللي فوق؟ اقول لك لا اللي فوق كانت الروت على الاكس فقط على الانبوت، انما هنا ده الروت على الفانكشن كلها. فده هيساوي انتجريشن الاي باور اكس كلها باور نص. فلو احنا عندنا مثلا الاكس باور ايه كل ده باور البي، احنا عارفين ان ده بيساوي الاكس باور الايه في بي، فده هيساوي انتجريشن ده دي اكس، ده هيساوي الاي باور اكس على الاتنين او نص اكس دي اكس. فده الانتجريشن اللي احنا عارفينه للاكسبوننشال بس معاه سكيلينج، فده هيساوي الاي باور نص اكس. هتقول لي هنا هقسم على السكيلينج، يعني هتقسم على كام؟ على نص اللي انت بتضرب، او تقول هضرب في اتنين بلس السي. لو حبينا نبص على سؤال شبه كده، احنا كنا اكدنا على الناس في السكشن واحنا بنتكلم على الترجنومتريك فانكشنز ان اول حاجة تبص عليها، اول حاجة تبص عليها هي الانبوت بتاع الترجنومتريك فانكشن او الانجل بتاع الترجنومتريك فانكشن. في الغالب مش هينفع نعمل انتجريشن الا اذا كانت الانبوتس كلها نفس الانجل. هنا هتلاحظ ان الانجل اسمها تان اكس، هنا الانجل اسمها الانجل هنا اسمها اكس، هنا الانجل اسمها 2 اكس، فلازم نوحدهم. فمن الاسهل جدا ان احنا نفك الساين 2 اكس بالقانون بتاع الدبل انجل، ننزلها للساين اكس في كوزاين اكس مضروبه بره في 2. فهنلاحظ ان الكلام ده هيساوي انتجريشن لن تان اكس، وتحت هيكون عندنا 2 ساين اكس مضروبة في كوزين الاكس دي اكس. هنلاحظ ان احنا عندنا في لين، اللين علشان يكون لها انتجريشن يعني لازم يكون الانبوت ده مظبوط مع ده. طيب هنا في اكس وهنا في تان، ففي الغالب لازم يكون في هنا تان على اقل حاجة يعني. طيب علشان اجيب هنا في تان لازم يكون هنا عندي سيك سكويرد. طيب سيك سكويرد ازاي يا باشمهندس؟ انا هنا معايا كوزين. طيب لو ضربت كوزين، لا لو خدت الكوزين دي طلعتها فوق، الكوزين دي لو شلتها من هنا ينفع اكتبها فوق ان هي عبارة عن سك اكس. يبقى الكوزين اللي كانت تحت انا ممكن اكتبها فوق ان هي سك اكس. هتقول لي بس السك ما ينفعش نوديها، السك عشان تروح عشان نودي تان لازم يكون معايا سك سكويرد. طب انت كده ناقصك ايه؟ هتقول لي ناقصني سك. هقول لك طب ما تضرب في سك فوق وسك تحت. يبقى انت لو ضربت سك فوق وسك تحت فاصبح عندك هنا سك سكويرد. حلو، السك سكويرد دي انت ممكن ترجعها ورا، دي كده ممكن ارجعها ورا هتتقلب تبقى ايه؟ هتروح هناك توصل بتان اكس بالانتجريشن بتاعها. يبقى احنا دلوقتي عندنا انتجريشن
هنا في لين تان اكس، وهنا ديت هتكون اسمها دي تان اكس. الفكرة دلوقتي ان انا عندي اتنين تحت، ممكن اطلعها بره واحد على اتنين اهو، وهنا عندي ساين اكس مضروبة في السك. هي يعني ايه سك؟ يعني واحد على كوزين اكس. ففي الحالة دي ممكن اشيل الساين اكس على كوزين اكس واكتب ان هي اساسا بتساوي التان اكس، يبقى الكلام ده بيساوي نص انتجريشن لين تان اكس، الكلام ده مقسوم على تان الاكس دي اكس، ايه اسف دي تان اكس. ففي الحالة دي هنلاحظ ان المسألة كلها بقت بدلالة التان، فاحنا ممكن ناخد التان اكس دي كلها على بعضها ونسميها مثلا الواي. فالكلام ده هيتحول يبقى يساوي انتجريشن او نص انتجريشن لين الواي مقسومة على الواي دي واي. هتقول لي انا ممكن اكتبها ان هي بتساوي نص انتجريشن واحد على الواي دي اسف مضروبة في لين الواي دي واي. طب وبعدين هتلاحظ ان واحد على الواي دي احنا ممكن نرجعها ورا، ترجع بالايه؟ بالانتجريشن، تكامل واحد على واي بالنسبة للواي ده بيطلع لين الواي، يبقى الكلام ده بيساوي نص انتجريشن هنا اللين واي هتفضل هي هي، الواحد على واي هرجعها ورا هتبقى لين واي. هتقول لي انا في الحالة دي ممكن اسمي اللين واي بقى كلها لبعضها اسمها ثيتا، يبقى الكلام ده بيساوي انتجريشن الثيتا بالنسبة للثيتا، يطلع ان الكلام ده بيساوي النص بره، والثيتا دي هتبقى ثيتا سكويرد على الاتنين بلس السي اللي هي بتساوي واحد على الاربعة الثيتا سكويرد بلس السي. طيب الثيتا بقى كانت بكام؟ هتقول لي الثيتا ديت كانت بتساوي لين الواي، يبقى لين الواي كلها باور تو بلس السي. طب هي اللين الواي نفسها بقى كانت بكام؟ هتقول لي احنا لو رجعنا كده الواي اللي هي كانت بتساوي تان الاكس، يبقى السؤال ده هيكون الحل بتاعه او الاجابة بتاعته في الاخر ان هي واحد على الاربعة لين الانبوت بتاعها اسمه تان الاكس كل ده سكويرد بلس السي. او ممكن تلاقي الدكتور كاتب لك بدل السكوير ما هو هنا واحد يقول ان هو هيكون تان سكويرد، اقول له لا ده السكوير ده على اللين نفسها مش على التان، تبقى لين سكويرد اكس، ويكون ده كده الحل بتاع المسألة بتاعتك. لو جينا نتكلم على الجزء اللي بعد كده في السيكشن هنتكلم على حاجة الدكتور مسميها الكوادراتيك فورمز. ايه بقى الموضوع؟ الموضوع ان احنا خدنا اشكال مشهورة في الانتجريشن اللي هي بدايتها مثلا واحد على الاكس دي اكس كان بيساوي لين الاكس بلس السي بس الابسوليوت فاليو. طيب لو كانت الاكس بلس الاتنين فهنا في شيفت هكتبها اكس بلس الاتنين. طيب السؤال بقى كان بيطرح نفسه، هل اللين مقتصرة ان يعني يكون في هنا اكس باور واحد وهنا اكس باور واحد، ولا هنا اي حاجة؟ هنا اي حاجة بس بشرط يكون الديريفاتيف فوق، يبقى الاف داش اوف اكس موجود فوق، فالكلام ده هيطلع لين الاكس بلس اسف اللين اللي تحت اللي هي اف اوف اكس كابسوليوت فاليو بلس اس سي. طيب الحاجة التانية ان احنا خدنا برضو من ضمن الحاجات المشهورة ان انتجريشن واحد على السكوير روت بتاع الاكس ده كان بيطلع الاتنين روت الاكس بلس السي. طب لو خليناها اكس بلس التلاتة تبقى هنا اكس بلس التلاتة. طب لو خليناها اربعة اكس ناقص التلاتة او اربعة اكس بلس يبقى هنا اربعة اكس بلس التلاتة برضو بس هقسم على السكيلينج. طيب لو عملناها بشكل عام انتجريشن واحد على هي مش هتبقى واحد بقى، لو انت عندك تحت اف اوف اكس تحت السكوير روت واتضح ان انت عندك فوق الديريفاتيف بتاع اللي تحت، فالانتجريشن ده انت ممكن تقول ان هو بيساوي اتنين السكوير روت اللي تحت بلس اس. الحاجات دي كانت حاجات مشهورة. طيب لو طلع حاجة من الاتنين اللي فاتوا وفي فانكشن تحت ومفيش فوق الديريفاتيف بتاعها، فيبقى انت دلوقتي طالما انت عندك فراكشن دي اكس اهو
وهنا في f of x، واللي هنا مش f داش ومش هينفع يكون ال f داش، يبقى ده في الغالب هيخلص بال tan inverse وال tan inverse. تمام. طيب لو كان عندك الروت بتاع الفانكشن تحت وفوق، اللي فوق الحاجة اللي موجودة فوق هنا ليست الديريفاتيف بتاعت اللي تحت، ولا ينفع تكون الديريفاتيف اللي تحت، فالنوع ده من الأسئلة هيتحل بحاجة من ثلاث حاجات، اللي هي الساين انفرس أو الشين انفرس أو الكوشين انفرس. طيب يعني الحالة الطبيعية بتاعت السؤال ده، إن يجي هنا انتجريشن واحد هنا مثلا الواحد بلس الاكس سكوير وهنا التلاتة، هتقول لي ده بيطلع لين، اقول لك اعمل الدريفاتيف للي تحت. الدريفاتيف اللي تحت ب2 اكس، فوق ما فيش اكسات خالص، فمش هينفع يكون لين اللي تحت. فالشكل ده شكل مشهور بالنسبة لنا، اللي هو هيطلع تلاتة تان انفرس الاكس بلس السين. طيب لو جاء قال لك ان انت عندك انتجريشن 4 على 5 ناقص الاكس سكوير دي اكس، هتقول لي ده بيطلع التان انفرس ولا التانش؟ الله ينور، التانش انفرس، لان الاشارة بتاعت الاكس هي اللي بالايه، هي اللي بالنيجاتيف. هتقول لي اكس بس بلس السي، اقول لك لا ده اكس على كام؟ واحد يقول على 5، اقول له لا مش على 5، على روت الخمسة جوه وبره او بره وجوه بلس السي. طيب لو كانت بقى يا باشمهندس حاجة بالشكل ده كده، انتجريشن 1 على او اي رقم هنا وليكن 1 او اي حاجة، وهنا اكس سكويرد بلس 4 اكس ماينس الواحد مثلا او ايا كانت بقى، او بلس التسعة مثلا بلس 13 دي اكس. دي بقى اللي فوق مش دريفاتيف اللي تحت، امال دي هتكون ايه؟ هتكون يا شاين يا تانش انفرس يا تان انفرس يا تانش انفرس يا تان انفرس. طب هي ان واحدة؟ هتقول لي بالشكل ده كده احنا ما خدناهوش، لان عشان تكون تان انفرس لازم ما يكونش فيه الاكسات خالص، لازم دي تكون كده، وعشان تكون التان التانش انفرس لازم ده ما يكونش موجود، وهنا في اشارة ايه؟ اشارة نيجاتيف. طيب طب لو كانت زي ما هي كده هنعمل ايه؟ ده بقى اللي هو المقصود بالكوادراتيك فورمز، ان انت هيكون عندك تحت مقدار من الدرجة الثانية، والحل في الحالة دي بيكون بان احنا في الاول خالص بنعمل حاجة اسمها ايه؟ كومبليتنج سكوير. كومبليتنج سكوير الكلام ده بيتم ازاي؟ كومبليتنج سكوير ده بناخد اكس سكوير بلس الاربعة اكس بلس التلاتاشر يساوي الرقم الكونستانت ده، مالكش دعوة بيه خالص، انقله زي ما هو. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ بعد كده هتخش على الاكسات تتأكد ان الاكس سكوير الكوفيشنت بتاعها بواحد. ايوه هي هنا بواحد يا باشمهندس. اقول لك ماشي، افتح لي براكت وافتح جواه براكت، والبراكت ده سكوير وبعد كده نيجاتيف. دي امتى النيجاتيف ده يكون بوزيتيف؟ مستحيل، لازم ده يظل نيجاتيف طول عمره. طيب بعد كده هتقول لي هروح اخد من الاكس سكوير اكس واحد، وهروح بعد كده اخد من الكوفيشنت بتاع الاكس، اخد نفس الاشاره ونص نصه، اخد نصه بنفس الاشاره يبقى بلس الاثنين. طيب بلس الاثنين هنا، الاتنين دي بقى هعمل فيها ايه؟ هناخدها نحطها هنا بس نعمل لها سكويرنج الاول، تبقى ايه؟ تبقى 4. وبعد كده بشيل بقى الايه البراكت ده، فده هيتفك معايا يبقى الاكس بلس الاتنين الكل ده سكويرد ناقص الاربعة زائد التلاتاشر اللي هو في الاخر خالص، ده يطلع بيساوي الاكس بلس الاتنين الكل سكويرد زائد التسعة. يبقى اذا الانتجريشن اللي هو كان مديهولي، اللي هو كان 1 على الاكس سكويرد بلس الاربعة اكس بلس التلاتاشر، اللي انا مكنتش عارف اتعامل معاه، رحت عملت للي تحت ده كومبليتنج سكوير، طلع بيساوي الاكس زائد الاتنين الكل سكويرد زائد التسعة دي اكس. الشكل ده المفروض ان انت تعرف الانتجريشن بتاعه. الشكل ده كان شكل التان انفرس، بس هنا في حصل للاكس شيفت، فاحنا اتفقنا قبل كده ان الشيفت
ما بيغيرش خالص في اي حاجة، بيظهر في النتيجة اكس بلس الاتنين. لو دي كانت واحد كنت بوقف، بس الرقم ده مش واحد، فهقسم على الروت بتاعه جوه واطلع اقسم عليها ايه بره بلس السين. ده كده موضوع الكومبليتنج سكوير اللي هو موضوع الكوادراتيك فورمز. طيب ناخد كام اكزامبل من الشيت. لو جينا نبص لمثال زي ده كده، الشكل ده لو كان اللي فوق دريفاتيف اللي تحت ده كان هيدينا اتنين الروت، بس ده اللي فوق مش دريفاتيف اللي تحت ومش هينفع اخليه دريفاتيف اللي تحت، فهيكون ايه الحل؟ الحل ان احنا هنعمل كومبليتنج سكوير للي تحت، وهي في الاخر هيدينا يا اما ساين انفرس او شاين انفرس او ساين انفرس او شاين انفرس او كوشاين انفرس. طيب ليه يا باشمهندس ما قلتلناش تان انفرس وتانش انفرس؟ لان في هنا في سكوير روت، في حاله السكوير روت يبقى احنا في يا اما في ساين يا اما شاين او كوشاين. قلت لي يا باشمهندس انت من شويه ان انا هعمل كومبليتنج سكوير، يبقى 2 ناقص ال 2 اكس ناقص الاكس سكوير. قلت لي الرقم الكونستانت ده ماليش دعوه بيه خالص، ادي الاتنين اهو. وقلت لك كمان ان اتاكد ان الاكس سكوير الكوفيشنت بتاعها بوزيتيف واحد. هو هنا مش بوزيتيف واحد، هو هنا نيجاتيف واحد، فانا هسحب نيجاتيف واحد من الاكسات كلها. لو سحبت نيجاتيف واحد يبقى انت عندك كام؟ اكس سكوير بلس 2 اكس. الكلام ده هيساوي الكونستانت ده ماليش دعوه بيه، وهنا في نيجاتيف بفتح براكت، البراكت فيه سكويرد وهنا ناقص، بناخد من الاكس سكويرد اكس واحده، بناخد الكوفيشنت ده بنصه واعمل للرقم ده سكويرنج الواحد سكويرد بواحد، وبعد كده المفروض بدخل النيجاتيف ده جوه، فده هيطلع 2 نيجاتيف الاكس بلس الواحد اول سكويرد بوزيتيف الواحد، فيطلع ان الكلام ده بيساوي 3 ماينس الاكس ماينس بلس الواحد اول سكويرد. يبقى اذا الانتجريشن بتاعنا، او يبقى اذا هو عايز انتجريشن ايه؟ بيساوي انتجريشن واحد على سكوير روت التلاتة ناقص الاكس بلس الواحد اول سكويرد دي اكس. الكلام ده هيطلع الشكل ده بتاع لما بيكون الرقم هو اللي بوزيتيف والاكسات هي اللي بالنيجاتيف، فده بيطلع الساين انفرس، فده بيطلع ساين انفرس، وهنا الاكس بلس الواحد مقسومة على روت التلاتة بلس السين. لو جينا نتكلم على سؤال شبه ده، السؤال ده بعد شوية، بعد مثلا شوية الدكتور هيشتغل معاكم حاجة اسمها الانتجريشن يوزنج البارشال فراكشن، بس حاليا احنا ممكن نشتغل فيه باستخدام الكومبليتنج سكوير. هتقول لي ازاي؟ اقول لك دخل الاكس دي جو، يبقى انت عندك واحد وهنا التو اكس ماينس الاكس سكوير دي اكس. هناخد التو اكس ماينس اكس سكوير نعمل لها كومبليتنج سكوير. هتقول لي بس لازم الاكس سكوير الاشاره بتاعتها بوزيتيف، فهاخد هنا نيجاتيف كومن فاكتور، يبقى انت عندك هنا اكس سكوير نيجاتيف التو اكس. الكلام ده هيكون ايكوال نيجاتيف، هنا هنفتح براكت سكويرد وبعد كده ماينس، هكتب هنا اكس ماينس الواحد وهنا ماينس الواحد برضو، فالكلام ده في الاخر هيكون هو عبارة عن البوزيتيف واحد ماينس الاكس ماينس الواحد اول سكويرد. فيبقى اذا الانتجريشن اللي هو عايزه ده، هو كده عايز يعمل انتجريشن واحد على واحد ناقص الاكس ناقص الواحد اول سكويرد دي اكس، اللي هو ده كان بيطلع التان انفرس. لا يا باشمهندس، تانش انفرس، علشان الاشاره دي ايه؟ نيجاتيف الاكس ماينس الواحد، وده كده بلس السين. ده كده كان الكلام على شويه الحاجات اللي الدكتور اتكلم عليها في الاول. الجزء الثاني ان شاء الله هنتكلم فيه عن السبستيتيوشن، الالجبريك سبستيتيوشن. بالتوفيق ان شاء الله.